نبدا قلناها ونحينا القطافير بالنا نقصدهم. قبل العيد بيوم كنت حاطه على العيد بغرفتي وفاهم اجى العيد. يوم العيد الصبح حضرت اوعيه وظبطتهم وبابا راح على الجامع واحنا ضلينا بالدار وعمو ياسين زعق علينا قال بدهم يقطفوا البول. انا ضليتني اعيط على بابا عشان ما كانش بابا بالدار. اول ما قصف البول رجعنا على الدار رحت اطمن على وعيه وعلى عصافيري وسمكتي. دخلت على غرفتي لقيتها القصرة ولقيت وعية الوسخة ومليانة أحجار. رحت أدور على عصافير والسمكة لقيت السمكة ولقيت العصافير وقعين ورا الكلام. سمكتين وفي واحدة طاحية على الأرض وميتة. السمكة الثانية كانت بالحوض بس كان فيها شوية مية وظلت عايشة. أنا زعلانة عشان ما لبستش أوعية العيد بس مبسوطة عشان نقضت السمكة. أنا حابة بس أكبر أصير نصيبة نفسي ما نقررش الحرب هذا عشان أعيش زي أطفال العالم بسلام. حالتنا حلوة بعد الحرب كانت حالتنا مش حلوة عشان الحرب.